قرية آيدر من أجمل الأماكن السياحية في الشمال التركي، وهي عبارة عن هضبة تابعة لولاية ريزا، وفي ناس بتسميها سويسرا تركيا. في بعض الناس ممكن تفكر تروح لها لحالها يعني عن طريق المواصلات، ولكن شوي الموضوع صعب، لأنه إذا الواحد ساكن في طرابزون عشان إنه يروح لآيدر لازم أول شيء يروح على ريزا، فالموضوع شوي صعب. أنا لقيت شركة سياحية بتودع على عدة أماكن ضمنها قرية آيدر ب300 ليرة، كانت رحلة كتير حلوة، فحبيت أشارككم هاي الرحلة عشان تشوفوها وتقيموها. لو حد حابب يجي على الشمال التركي ومحتار هل يروح على آيدر ولا مكان تاني، يتفرج على الفيديو وشوف الأماكن الحلوة اللي فيها. هينا وصلنا للمحطة الأولى. المحطة الأولى هي مصنع الشاي في ريزا. مفروض إنه يورجونا في المصنع كيف بيعملوا الشاي والأشياء، بس لأنه كان حاليا مش موسم الشاي فالمصنع مسكر، فأنا بس صورت هو من جوا يعني بس ما كان شغال. بعدين قعدوا يشرحوا لنا عن أنواع الشاي واستعمالات الشاي، عندهم يعني كثير أنواع من الشاي، وضيفونا شاي. وبعدين دخلنا الناس صاروا يدخلوا جوا المعرض، زي معرض يبيعوا انواع الشاي والصابون وهيك ومنسقات الشاي. الله يسعد صباحكم جميعا. اذا ممكن تتفضلوا على الطاولات نضيفكم شيء ونشحلكم على المنتجات ونشحلكم على المصنع. حياكم. تفضلوا. والله يا جماعه تفضلوا. راح اضيف وبعدين نشحلكم على المصنع. تفضل استوي يا جماعه على الطاولات.
راح أعتني بشرح المحمد المجاسي حاليا بعد ما نخلص شرح معرض التسوق في الداخل. أخوان راح نعطيكم نوعين شاي. أول نوع شاي راح نعطيكم إياه هو شاي اسمه خليط المرندة. شاي خليط المرندة بيكون مضاف له الزعتر البري. أكيد تعرفوا الزعتر البري وتعرفوا فوائده على جسم الإنسان، بالأخص اللي بيعاني من مشاكل مثل زكام أو بيعاني من مشكلة قحة في الصوت، كثير بيساعد مع الشاي بيعطي نكهة. راح يجيبوا لك مباشرة مع الشاي بيعطي نكهة بالنسبة للشاي المرندة. أخوان النوع الثاني من الشاي هو بيكون القطفة الأولى من الشاي، الشاي نفس شاي الأسواق بس بيختلف طعمة مرارته، بتكون طعمة مرارة أقل عن شاي الأسواق لأنه بيكون نخب أول من الشاي اللي هو الشاي الأحمر اللي عندي. هذا ما بضيفكم منه طبعا لأنه عم ضيفكم شاي بالزعتر، عم ضيفكم شاي أقل من هذا الشاي. يا جماعة بعدها راح نضيفكم الشاي الأخضر. الشاي الأخضر على الشكل بيكون هذا 200 جرام بكفي مدة زمنية 5-6 أشهر للشخص الواحد. بالنسبة للشاي الأخضر له 4 فوائد: بينظم نسبة السكر والضغط، بيساعد على تنظيف الجسم، إذا إنسان أكل تغلب بالأكل بيعمل تهضيم للمعدة. هذا بالنسبة للشاي الأخضر. أخوان الشاي الأخضر كوب أو كوبين باليوم بيكون كافي، يعني كثرة الشاي الأخضر ما هي كويسة، مثل ما له فوائد بيكون له ضرر، يعني كوب كوبين بيكون كافي. للنساء الحامل يا أخوان الشاي الأخضر للنساء الحامل ما بيصلح، للأطفال الصغار ما بيصلح بالنسبة للشاي الأخضر، لأنه مثل ما تعرفوا الشاي عندنا طبيعي ما في معه إضافات نهائية، ما هو مثل شاي الأسواق بيكون معه صفار وبيكون معه مواد حافظة. لذلك للأطفال الصغار دون 10 سنين ما بيصلح. في عندنا يا جماعة كمان الماتشا، الشاي الأخضر ما بينحط مع السكر، هاي الماتشا بودرة الشاي الأخضر. الماتشا يا جماعة تنحط معلقة صغيرة مع كوب من لبن الزبد الروب أو مي ساخن في الأسبوع 3 مرات، يوم إلى يوم لا قبل الأكل بساعة، معلقة صغيرة مع كوب لبن، معلقة صغيرة مع كوب لبن أو مي ساخن في الأسبوع 3 مرات، يوم إلى يوم لا قبل الأكل بساعة. فوائد الماتشا للمعدة اللي بيعاني، يعني كتأثير إلى تأثير أكثر من الشاي الأخضر. للمعدة اللي بيعاني من قولون عصب، إمساك، تنظيف المعدة، اللي بيعاني من مشاكل في معدته مثل غازات، نفخات، بيساعد كثير على حل هذه المشكلة، بيساعد على تنظيف الجسم وبينظم التلاوم. يعني أخوان الشامبو، الشامبو من الشاي الأخضر، الشامبو للشعر مضاد لتساقط الشعر، مضاد للقشرة، بيساعد على تنعيم الشعر بالنسبة للشامبو. يعني كمان يا أخوان الصابونة، صابونة الشاي الأخضر، الصابونة هذه مستخلصة من الشاي الأخضر للبشرة، إذا في حبوب شباب تقضي على حب الشباب، ما في حبوب شباب تعمل تنظيف للبشرة. آخر نوع يا أخوان هو الشاي الأبيض، بتمنى أن الجميع يسمعني على الشاي الأبيض. الشاي الأبيض يا جماعة له 4 فوائد متعددة. الشاي الأبيض 5 براعم هو أوراق، بيكون 5 أوراق تنحط داخل فنجان فاضي، خلي الماء تغلي، بعد ما تغلي الماء تنضاف على الـ5 حبات. الـ5 حبات تستخدم مرتين، هذا 30 جرام بكفي مدة زمنية ما يقارب 7-8 أشهر. 5 ورقات حطيتها داخل فنجان فاضي، خليت الماء تغلي، بعد ما تغلي الماء انضافت على الـ5 حبات. مدة انتظار 7 دقائق عملية تنقيع للشاي الأبيض، بينشرب على الريق وبعد الأكل. على الريق بيغلق الدهون، بيساعد تنظيف الجسم صادر الدهنية. بعد الأكل اللي بيعاني من أمراض السكري، الضغط، كوليسترول، روماتيزم، بيعطي تقوية لعظم آلام المفاصل، بينظم دقات القلب. طبعا مراكز طبية متكلمة عن الشاي الأبيض، مراكز طبية عالمية معروفة عن فوائد الشاي الأبيض، بإمكان الجميع يتأكد من صحة الكلام. بالإضافة آخر إضافة للشاي الأبيض مقاوم لحبيبات حرارية داخل جسم الإنسان بتسبب بأمراض السرطان، الشاي الأبيض بيكون مقاوم لها. يا جماعة بس خلصنا شرب شاي، رح نبينكم بعدين الشاي الأخضر، بس خلصنا شرب شاي معرض التسوق في الداخل اللي حاول يتسوق، واللي ما حاول يتسوق بتكونوا شرفتونا بزيارتكم، حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم يا جماعة. يا
السلام. أهلا وسهلا. شكرا يا جماعة. هذا شيء خفيف. أسود خفيف. مثل هذا. مثل هذا بس بيكون خفيف. هذا بيكون أدخل منه. نعمل الطريقة. لا نفس الطريقة. نفس الطريقة. يعني طريقته بتكون مثلا لتر مي، تبريق لتر مي، حط من هذا الشيء لانه خفيف، حط مثلا 4 معالق 5 معالق. تمام؟ نعم نفس بالضبط. بس هذا طبيعي، هذا طبيعي. يعني مده زمنيه نص ساعه 45 دقيقه، بعد المده هاي الشاي لحاله بصير ياخذ طعمه مراره. اول ما بيبدا الشاي ما له مراره نهائيه، بس بعد بس صار يطول بالماي اكثر بصير ياخذ مراره. مش طبيعي، لانه ما في معه لا مواد حافظه ولا في معه صفقات. لو في معه مواد حافظه صفقات 4-5 ساعات مثل الشاي السيلاني. تمام؟ اهلا وسهلا. الله يعافيك، اهلا وسهلا. بزياده تفضل. السلام عليكم.
المحطة الثانية كانت معرض الحلقوم، هذا زي هيا زي الله واحد يعني، عند كل شركات السياحة لازم يدون عليها. محل حلو ينزال مرة واحدة يعني، إنه لو رحلة واحدة منهم أوكي تمام. بيكون في الحلقوم، العسل، الحلاوة، الزيوت، هيك يعني شغلات معينة. المحطة الثالثة مصنع السكاكين، أو هي بالأحرى معرض السكاكين يعني، إنه لا مصنع ولا شيء، معرض في ببيعوا السكاكين. خلينا نشوفه. Kalite farklı. Yani 60 lira, ben bu ürünü 60 liraya alamıyorum. Aynı kadar. Bu 30 lira. 30, 30 30 lira. La. Aşağı. هاي المحطة الرابعة من الرحلة، شلال إسكي توغلو. حلو كتير الشلال، أرجو فيها.
هاي المحطة الرابعة من الرحلة، شلال اسمه سوغلو، شكله كتير حلو يعني حلو الصور، وفي كمان حلو مرجيحة، هاي المرجيحة اللي بتمرجح عليها زي القلب هيها.
المدرسة جاء هايدي ما حدا؟ إن شاء الله يا جماعة يلا يا جماعة يلا المحطة الخامسة من الرحلة الرافتينج والزيبلاين. على فكرة يعني احنا حتى الآن ما وصلناش لأيدر اللي هي الأساس الرحلة، إن شاء الله عاد نوصل ويكون في وقت كافي. Thank you.
الرافتينج والزيب لاين جربته قبل هيك، لانه هاي النشاطات تكرر في كثير رحلات، لكن في شغله عمري ما جربتها هي هاي المرجحه. خلينا نروح اجربها. في هاي المرجحه اللي وراك قررت اجربها. يعني قاعد اجربها 50 ليره. اوكي نو بروبلم. يا نو بروبلم. على المرجحة ثبتونا ليت المفروض ايش انه يطلع فيها لفوق ويفلت الحبل مرة واحدة. رفعني لفوق. اوكي اوكي صراحة كتير بتخوف. واحد بحس هيك وقلب وقف فجأة. Thank you.
ماشي. اوكي شكرا. اوكي انت صارت الساعة 2:30 ولسه عند الرافتنج مستنى. لسه لان في ناس هتروح رافتنج فمن الطريق الواحد يستنى لغاية ما الكل يخلصوا رافتنج. ان شاء الله ممكن في ايدر يعني المفروض بعد هاي نروح مباشره على ايدر يعني ان شاء الله اضيل هيك شغله ساعتين في ايدر. لا 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 ساعتين التور حكى لنا ساعتين تبع التور حكى ساعتين ايدر فلازم ساعتين من هون ولا هون؟ من هون قبلنا نفس يعني المفروض انه طلعنا بالافق والهاي اخر مكان بعد ما يطلع ما انا هيك كل فهمت عليه في اعلى لسه بنطلع نتصور بعدين بنزلنا هين وصلنا الايدر وكان اول شيء في مفاوضات مع السواق. السواق حاول يعطينا فتره يعني نقعد في ايدر اقل من ساعتين بس طبعا كان في مفاوضات واصرنا على ساعتين. ليش؟ لانه المشكله في هاي الرحلات انهم بيضيعوا وقت في الاماكن ما لها داعي زي محلات الحلقوم والسكاكين وهيك، والاماكن الاساسيه مثلا زي ايدر اللي هي اساس الرحله بيحاولوا يضيعوا وقت فيها يعني يختصروها. لسبب المفروض الواحد يكون حازم مع السواقين او مع المرشد انه لا مثلا ساعتين ساعتين ما يرضى انه يقبل اقل. وهنا اول شيء حروح على مطعم، هذا المطعم جيته من قبل. الحلو في هذا المطعم انه القعده تبعته برا كتير حلوه، الفيو كتير حلو على الشلال، بس مشكلتهم هاي المطاعم انه زحمه يعني حاليا الموسم. يعني انا لما جيته من قبل كان فاضي، بس لما الواحد يجي في الموسم انه بيكون زحمه لسبب انه لازم الواحد يستنى شوي. يعني اذا محظوظ بلاقي مكان حلو بده يستنى شوي. صراحة كنت جعان لسبب ما استنيت لغاية تفضى طاولة عند الطرف، فطلبت مكرونة باللحمة المفرومة قلت باكلها عبال ما تفضى طاولة على الطرف. أنا كان مفروض جيت ما كان في طاولات على الطرف فقعدت على طاولة جوا ووعدوني إنه أول ما تفضى طاولة يعطوني إياها. فضيت طاولة أو الطاولتين، يعني في طاولة كبيرة فضيت طاولة كبيرة فضيت طاولة كبيرة بس أنا ما أعطوني لأنه يعني هذيك لست أشخاص. بعدين فضلت طاولة تانية صغيرة لأربع أشخاص راح أعطوها لناس ثانيين. عملت لهم مشكلة وحكيت مع المدير فاعتذروا لي وجابوا لي بقلة وجابوا لي شاي وهيك ووعدوني حيلاقوا لي طاولة تانية، وهنا في انتظار الطاولة التانية. زبطوا لي مكان كتير حلو على الطرف على طول على المنظر. طبعا بس تشوف المنظر هذا حتفهموا ليش انا اصريت انه اخذ طاولة على الطرف. Thank you.
واصل رحلتي في قرية آيدر، عيني على التل هذه المشهور كثير ناس تتصور فيه، فعلا جمال خرافي بذكرني بسويسرا، وما راح يفهم جمال المنطقة غير اللي حضر كرتون هايدي وقت حيفهم. صراحة المنطقة روعة كتير حلوة حلوة حلوة، زي ما قلت من قبل عن جد بذكرني بكرتون هايدي، وفي مش عارف هل هو ضباب ولا غيم ما بعرف، بس هيك في اشي ابيض يعني في الجو، وطبعا مطر خفيف، اتصور يعني عادي يعني وضع طبيعي في هالمناطق، دائما تمطر صيف شتاء دائما تمطر، لا هو في الشتاء بيكون ثلج فعليا، بس في الصيف دائما حتمطر. هيني طالع أمشي لفوق أستكشف المكان أكثر. طبعا المكان اللي أنا كنت فيه هي الهضبة الأساسية اللي كل الناس بتحب تروح عليه تتصور، بس برضو في طريق الطلعة في مناظر حلوة وفي محلات، فممكن الواحد أنه يستكشف هذيك الأماكن وبعدين ينزل لتحت، أو ممكن أنه يقعد أول شيء في الهضبة بعدين يطلع لفوق.
خلاص من قرية أيدر، وهي في طريق نزلنا على زي مطعم هيك حلو على البحر، حلو كتير، فطلبت قهوة. لا كتير صراحة كانت الرحلة كتير كتير حلوة اليوم على أيدر، يعني صحيح نضيع لنا وقتنا بالمحلات الشاي والعسل والمارسو، بس حرام يعني أخذنا وقت يعني وقت كافي في قرية أيدر، هي أهم شيء. وكانت رحلة حلوة يعني 300 ليرة كانت الرحلة. كانت هاي حلقة اليوم عن رحلتي لأيدر، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسوا تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا شير ولايك للفيديو، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة. مع السلامة.